وبركاته. أعزائي طلاب وطالبات مدارس دار المعارف الخاصة، نرحب بكم في مادة اللغة العربية ودرس جديد من دروس النحو للصف الثالث الإعدادي الفصل الدراسي الأول. إن شاء الله يا شباب هناخد مع بعض درس البدن. احنا خدنا قبل كده النعت والتوكيد والعطف، وقلنا إن دول من التوابع، وعرفنا إن التابع هو ما يتبع قبله في الإعراب نصبا وجرا ورفعا. أيضا رابع نوع من أنواع التوابع البدل. البدل أيضا يتبع ما قبله في الإعراب رفعا ونصبا وجرا. طيب تعالوا كده نتعرف يعني إيه بدل. البدل هو تابع مقصود بالحكم، بيذكر بعد اسم يسمى المبدل منه. يعني ايه الكلام ده؟ تعالوا كده ناخد امثله ونشوف. لما اقول عدل الخليفه عمر، هلاقي ان كلمه عمر هي البدل. ليه؟ لانها من الممكن ان تحل محل المبدل منه اللي هي الكلمه اللي قبلها اللي هي كلمه الخليفه. لو انا شلت كلمه الخليفه خالص وقلت عدل عمر، هلاقي ان الجمله لم تختل في المعنى. ليه؟ لأن عمر اللي هو البدل أساسا هو اللي مقصود بحكم العدل اللي عندي في المثال كده. تمام كده؟ طيب يبقى زي ما قلنا بيتبع البدل المبدل منه في الإعراب رفعا ونصبا وجرا، وقلنا إن كلمة عمر من الممكن أن تحل محل كلمة الإيه؟ الخليفة. بعد كده هناخد أنواع البدل. هنلاقي إن البدل عندي أول حاجة بدل مطابق، بدل بعض من كل، بدل اشتمال. أول حاجة البدل المطابق. يعني إيه بدل مطابق الأول كده؟ هو البدل الذي يساوي المبدل منه في المعنى والإعراب، بحيث إذا حذف المبدل منه لا يتأثر المعنى. ناخد أمثلة عشان نوضح التعريف ده. لما أقول شرح المعلم عمر الدرس، هلاقي إن عمر اللي هو البدل هو المعلم اللي هو المبدل منه، يبقى عمر هنا بدل، والمعلم اللي هي الكلمة اللي قبل البدل بنسميها المبدل منه. لو أنا شلت كلمة المعلم وقلت شرح عمر الدرس، هل اختلت المعنى؟ لا ما اختلش. ليه؟ لأن عمر هو المعلم، والمعلم هو عمر. عشان كده بقول إن عمر هنا بدل ونوعه مطابق. ناخد مثال آخر. سلمت على المهندس مهندس الشركة. نفس الكلام، هلاقي إن كلمة مهندس بدل، والكلمة اللي قبلها اللي هي المهندس هي المبدل منه، والمهندس هي مهندس الشركة. عشان كده بقول إن مهندس هنا نوعها مطابق. ولو عايز أعربه هقول مهندس بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. ليه؟ عشان المبدل منه مجرور. ندخل بعد كده، عايز أعرف إزاي أطلع البدل المطابق. أعرفه إزاي لما يجيلي كده في الامتحان؟ إزاي أطلعه من القطعة مثلا؟ أول حاجة يا شباب، العلم بعد الوظيفة أو الصفة أو اللقب. العلم زي اسم شخص مثلا. لما أقول كده الأستاذ أحمد رجل مجتهد، هلاقي إن كلمة أحمد دي علم وجي قبلها وظيفة اللي هي الأستاذ، يبقى على طول أحمد هنا بدل، نوعه ايه؟ مطابق. ليه؟ عشان علم وجه قبله وظيفة. وكذلك لما اقول الخليفة
عمر. طيب ناخد مثال على الصفة، لما أقول الصادق محمد أكرم الناس مثلا، هقول إن محمد دي علم جه قبلها صفة، يبقى على طول محمد هنا بدل نوعه إيه؟ مطابق. طيب ناخد مثال على اللقب، لما أقول الفاروق عمر أعدل الناس، هلاقي إن عمر دي اسم علم جه قبلها كلمة الفاروق وهي لقب، يبقى عمر على طول بدل نوعه إيه؟ مطابق. يبقى العلم بعد اللقب أو الوظيفة بيعرب بدل نوعه إيه؟ مطابق. طيب بعد كده رقم ثلاثة، الاسم المعرف بأل بعد اسم الإشارة زي إيه؟ لما أقول كده هذا العالم مبدع، هلاقي عندي اسم إشارة وجي بعده اسم معرف بألف واللام، يبقى على طول الاسم المعرف بالألف واللام اللي بعد اسم الإشارة ده يعرب إيه؟ يعرب بدل نوعه مطابق. بس خدوا بالكم في ملحوظة مهمة أوي في المثال ده، لازم الاسم المعرف بالألف واللام اللي بعد اسم الإشارة ده يكون هو المشار إليه، وهناخد مثال وهنعرف إزاي نفرق ما بينه وما بين هذا المثال اللي عندنا. بعد كده رابع حاجة تفصيل بعد إجمال، يعني إيه؟ لما أقول مثلا اقرأ الكتاب كتابا نحوي، هلاقي إن أنا قلت في الأول اقرأ الكتاب بالإجمال كده، وبعد كده فصلت قلت إيه؟ كتاب النحو، بس فصلت من غير عطف وفصلت بنفس الحروف، اقرأ الكتاب كتابا نحوي، هلاقي إن كتاب النحو هو الكتاب، خلاص؟ يبقى على طول كلمة كتاب هنا بدل نوعه مطابق. ناخد بقى شوية ملاحظات، بيقول لي إذا سبق اسم الإشارة بحرف نداء يعرب ما بعده نعتا، يعني إيه؟ يعني أنا مثلا لو قلت يا هذا العالم أبدع، محدش يقول لي إن العالم هنا اللي هي معرفة بالألف واللام تعرب بدل، ليه؟ عشان جه قبل اسم الإشارة أداة نداء، أمال تعرب إيه؟ تعرب نعت. رقم اتنين من الملاحظات، المعرف بالألف واللام بعد اسم الإشارة لا يعرب بدلا إلا إذا إيه؟ أشير كان هو المشار إليه فعلا، وده المثال اللي أنا بقول لك عليه. ناخد مثال كده، بيقول لي الطلاب تفوقوا وساعدهم على هذا الاجتهاد. تعالوا كده، أول حد هيشوف ويقول لي الاجتهاد معرف بالألف واللام وجي قبلها اسم إشارة، يبقى على طول الاجتهاد بدل. لا، لازم أقول لك الأول اتأكد هل الاجتهاد ده هو فعلا المشار إليه. تعالوا كده نشوف معنى الجملة، بيقول لي الطلاب تفوقوا وساعدهم على هذا الاجتهاد، هو مين اللي ساعدهم؟ الاجتهاد، يبقى الاجتهاد هنا تعرب ايه؟ فاعل، يبقى الاجتهاد هنا مش هي المشار اليه، تمام كده؟ ولو انا حذفت المبدل منه اللي هو اسم الاشاره وقلت وساعدهم على الاجتهاد، هلاقي ان الجمله معناها اختل، تمام كده؟ طيب يبقى زي ما قلنا الاجتهاد عندنا فاعل مرفوع وعلامه رفعه الضمه. بيقول لي لو تبدل اللقب مكان الاسم يعرب الثاني نعتا، وكذلك اسم الإشارة زي إيه؟ لما أقول عمر الفاروق يحكم بالعدل، هلاقي إن كلمة، هو حد بقى يقول لي إيه ده فيه هنا علم ولقب، هلاقي بس فيه اختلاف، إيه الاختلاف هنا؟ إن العلم جه قبل اللقب،
انما احنا كنا بنقول ايه اللقب وبعد كده يجي بعده ايه العلم. فعلى طول كلمة الفاروق هنا هتعرب نعت. وكذلك المثال الآخر الطالب هذا مجتهد، المعرب بالألف واللام جه قبل اسم الإشارة، يبقى هذا هنا تعرب نعت. ناخد بالنا من الأمثلة دي وما نقعش فيها. ناخد أمثلة برضو، بيقول لي حضر المهندس محمد. محمد هنا علم، جه بعد الوظيفة اللي هي المهندس، يبقى محمد هنا بدل، نوعه مطابق. ناخد مثال آخر الفاروق عمر عادل، يبقى هلاقي إن عمر هنا علم وجه قبلها لقب، يبقى على طول عمر هنا بدل أيضا مطابق. تاني حاجة من أنواع البدل، البدل البعض من الكل. بيقول لي هو ما كان جزءا حقيقيا ماديا من المبدل منه، ويمكن أن ينفصل عنه ويكون غالبا في الأشياء المحسوسة. ناخد أمثلة ونفصل التعريف واحدة واحدة. ولا بد في بدل بعض من كل أن يتصل به ضمير يعود على المبدل منه. خدوا بالكم احنا قلنا البدل المطابق ملوش شروط هنا، اما البدل بعض من كل لازم يتصل به ضمير يعود على المبدل منه، وفي استثناءات بسيطه كده هنقولها ان شاء الله واحنا بنشرح. ويطابقه في النوع، النوع اللي هو ايه التذكير والتأنيث، والعدد اللي هو طبعا الافراد والتثنيه والجمع. تعالوا كده ناخد مثال عشان نشرح عليه التعريف ده. قرأت الكتاب نصفه، هلاقي ان كلمة نصفه هنا بدل، والمبدل منه الكتاب. طيب انا لما بقرأ نصف الكتاب، مش نصف الكتاب ده جزء حقيقي من الكتاب؟ ايوه جزء حقيقي من الكتاب ومادي وملموس واقدر المسه. تمام، يبقى على طول كلمة نصفه هنا، كلمة نصفه بدل، نوعه بعض من كل، وعندي كمان فيه ضمير الهاء. طب لو عايز اعرف نصفه اقول ايه؟ اشوف الاول المبدل منه اللي هو الكتاب، اعربه ايه؟ قرأت الكتاب، الكتاب هنا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يبقى على طول نصفه بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة، والهاء طبعا هنا الرابط اللي عندنا. ونوع البدل هنا ايه يا شباب؟ ايوه بدل بعض من كل زي ما اتفقنا. بعد كده سقط المنزل سقفه، تعالوا كده على كلمة سقفه، هنلاقي ان هي البدل والمبدل منه كلمة المنزل. ليه؟ طيب نوع البدل هنا بدل بعض من كل، عشان السقف ده جزء حقيقي من المنزل وجزء مادي وفيه ضمير بيعود على المبدل منه اللي هو الضمير الهاء. لو عايز اعربه هقول اشوف المبدل منه الاول، هلاقي ان المبدل منه فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، يبقى البدل عندي اللي هو سقفه بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. بعد كده المثال الاخر سلمت على المدعوين معظمهم، هلاقي ان كلمة معظمهم هي البدل والمدعوين هي المبدل منه. طيب ليه؟ عشان معظمهم ده جزء من المدعوين وجزء حقيقي ملموس،
وعند الضمير اللي بيعود على المبدل منه اللي هو الضمير هم. ولو عايز أعرف أقول معظمهم بدل مجرور وعلامة جره الكسرة. ليه؟ لأن المدعوين عندي هنا مجرور، بس خدوا بالكم هو هنا بيتبعه في الايه؟ في الحالة الإعرابية وليس العلامة. أنا عندي المدعوين اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر سالم. الاستثناء بقى ان ممكن ما يكونش البدل البعض من كل فيه ضمير. امتى؟ بشرط ان ياتي معطوفا عليه في سياق سرد انواع او اجزاء الشيء. يعني ايه الكلام ده؟ اي ياتي بعد المبدل منه جميع اجزائه. زي ايه؟ لما اقول فاز سباحان مصري وسعودي، هلاقي ان كلمة سباحان هم مين؟ المصري والسعودي، جاب الاتنين. يبقى هنا المثال ده كلمة مصر هنا بدل نوعه بعض من كل. ناخد مثال اخر، اتقوا الله في الضعيفين المرأة واليتيم. عندي ايضا المبدل منه الضعيفين والبدل هلاقي كلمة المرأة. طب اليتيم تعرب ايه؟ معطوف عشان عندي هنا حرف الواو، وهنا لا يشترط ضمير يعود على المبدل منه. ناخد بعد كده اخر حاجة من انواع البدل، بدل الاشتمال. ناخد التعريف كده يا شباب، هو ما يكون فيه البدل مما يشتمل عليه المبدل منه وليس جزءا منه ولا يمكن ان ينفصل عنه. يعني ايه الكلام ده؟ ناخد مثال كده عشان نعرف، ويكون غالبا في الاشياء المعنوية، وايضا بيشترط ان هو يتصل به ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد. زي ايه؟ أعجبتني القصيدة فكرتها. لو أنا بصيت للمثال كده هلاقي إن كلمة فكرتها دي البدل والمبدل منه القصيدة، وهلاقي إن القصيدة هنا اشتملت على الفكرة، والفكرة مش جزء حقيقي مادي من القصيدة، وإنما كلمة فكرتها دي ده القصيدة مشتملة عليها وليست جزءا حقيقيا ماديا، وفي ضمير بيعود على كلمة القصيدة. يبقى الفكرة على طول هنا تعرب بدل اشتمال. ناخد بعد كده، راقتني الفتاة حياؤها. هلاقي إن كلمة حياؤها اللي هو البدل، هلاقي ان المبدل منه كلمة الفتاة بتشتمل على الحياة، وده الحياة اللي هو البدل مش جزء حقيقي ولكن ده جزء معنوي وفيه ضمير بيعود على المبدل منه اللي هو الهاء اللي بيعود على الفتاة عندي في المثال. رقم ثلاثة، أبهرني المجتهد حماسه. أيضا حماسه بدل اشتمال. اللي عرفني عشان المجتهد بيشتمل على الحماسة، وحماسة ده جزء معنوي وفيه ضمير بيعود على المبدل منه. ناخد بقى التقويم كده يا شباب، بيقول لي ضع خطا تحت البدل في الجملة وعايز النوع والإعراب. لما أقول كده أحببت الخليفة عليا،
عايزين كده نطلع البدل. ايوه كلمه عليا ليه؟ عشان ده علم، وجي قبلها كلمه الخليفه اللي هي وظيفه طبعا، يبقى على طول البدل هنا نوعه مطابق. طب لو عايز اعربه اقول ايه؟ لازم اشوف المبدل منه، اقول ان الخليفه هنا مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه، يبقى عليا على طول هنا بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. المثال الآخر: كسرت الشجرة غصنها. عند كسرت ناخد بالنا ده فعل مبني للمجهول، يبقى الشجرة هنا نائب فاعل. طيب غصنها، الغصن ده مش جزء حقيقي من الشجرة وجزء مادي وملموس، يبقى وفي ضمير بيعود على المبدل منه اللي هو الشجرة، يبقى هنا البدل نوعه بدل بعض من كل. عايز اعربه هقول احنا قلنا ان الشجرة هنا نائب فاعل، يعني حالة الرفع هنا مرفوع، يبقى على طول غصنها هنا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. المثال الاخر: اعجبني الكتاب فكرته. هلاقي ان الفكرة ده بيشتمل عليها الكتاب، صح كده؟ يبقى الفكرة هنا بدل نوعه اشتمال، حاجة معنوية زي ما اتفقنا، وفيه ضمير بيعود على المبدل منه. طب عايز اعربه هو مين اللي اعجبني؟ الكتاب، يعني الكتاب فاعل، يبقى اعجبني الكتاب فكرته، يبقى فكرة هنا بدل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. لما أقول المثال الآخر: سمعت الشاعر إنشاده. هلاقي إن كلمة إنشاد هنا بدل نوعه اشتمال. ليه؟ لأن الإنشاد مش جزء حقيقي من الشاعر. طيب يبقى عايز اعرب البدل هنا لازم اعرب المبدل منه زي ما اتفقنا، الشاعر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، يبقى انشاده على طول نعربها ايه؟ هنقول بدل منصوب وعلامة نصبه الفتحة. بعد كده بيقول لي: اعجبني الطالب علمه. اجعل البدل تمييزا مرة ومضافا مرة أخرى. ناخد بالنا السؤال ده بيجي في الامتحانات: أعجبني الطالب علمه. هلاقي إن علمه بدل نوعه اشتمال، إن الطالب بيشتمل على العلم، والعلم ده مش جزء حقيقي عشان أقول ده بدل بعض من كل، ده بدل اشتمال وعنده ضمير بيعود على المبدل منه زي ما اتفقنا ان البدل بعض من كل، وبدل الاشتمال من شروطي ان هو يكون في ضمير يعود على المبدل منه ويطابقه في النوع والعدد. طب لو عايز احوله لتمييز اعمل ايه؟ احذف الضمير واحط تنوين، يبقى اقول اعجبني الطالب علما، يبقى علما على طول هنا تعرب تمييز منصوب. طيب عايز اخلي البدل مضاف، خدوا بالكم مضاف مش مضاف اليه، يبقى اقول ايه؟ اعجبني علم الطالب. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.